بسم الله الرحمن الرحيم، ومرحبا بحضراتكم مرة تانية في حلقة جديدة من تعالوا نتكلم فلك، وآية فلكية أخرى في آية قرآنية أخرى في ليالي رمضانية المباركة. كل عام وحضراتكم بخير. آية النهاردة فعلا معجزة، آية النهاردة فعلا فيها تفكر وإعجاز رهيب جدا، لأنها آية ظاهرة بنشوفها بعينينا أو مش بنشوفها بعينينا، بعض سكان الأرض بيشوفوها بعينيهم، ولكن الله سبحانه وتعالى تحدى بها عقول البشر والمفكرين والمتفكرين في آيات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بيذكر في سورة القصص بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ صدق الله العظيم، الآية واضحة وصريحة. هل نستحمل إن احنا نعيش في ليل سرمدي أو في نهار سرمدي؟ كلمة سرمدي يعني دائم أبدي، يعني نفضل عايشين طول حياتنا نهار ما في ليل. تخيل إنك تفضل عايش الشمس موجودة على طول، أو تخيل مثلا العكس إنك تفضل عايش في مكان كله ليل على طول مفيش شمس خالص، دايما ضلمه، نعمل ايه؟ الحياه تستحيل. اعتقد كنت عملت حلقه قبل رمضان على موضوع ماذا يحدث لو ان القمر مش موجود. القمر بيحفظ عدد ساعات الليل والنهار، ال 24 ساعه اللي موجود على كوكب الارض. لو ان القمر مش موجود عدد ساعات الليل والنهار مش تبقى 24 ساعه، هيبقى في اماكن كلها ليل دائم واماكن كلها نهار دائم. لكن تعالوا دلوقتي نعرف او نتكلم على الوقت الحالي اللي احنا موجودين فيه. القمر موجود والارض بتدور حوالين الشمس، واذا سالت اي طالب على موضوع الليل والنهار هيقول لك ان الليل والنهار ظاهره بتحدث بسبب ان الارض بتدور حوالين نفسها مره كل 24 ساعه او مره كل يوم، وبالتالي بيتغير فيها الليل والنهار. ليه؟ لان الجزء المواجه للشمس بيجي عليه ضوء فبيبقى نهار، والجزء العكسي اللي مش جاي له ضوء من الشمس بيبقى ليل، وده خلاص عرفناه. وعلى فكره اللي يزور القبه السماويه في مكتبه الاسكندريه بيشوف ده بشكل واضح جدا. نص الكره الارضيه نهار ونص الكره الارضيه ليل، لكن مش النص بالظبط لان الارض فيها ميل. الارض ما هياش عموديه كده، ده الارض مايله. الارض مايله بمقدار 23 درجه ونص. الميل ده بيسبب ظاهرة فلكية مهمة جدا الله سبحانه وتعالى أشار إليها في الآية اللي لسه قايلها دلوقتي. كل البلاد، أو حتى إحنا مثلا قبل ما أتكلم على البلاد الشمالية والجنوبية، كلنا عارفين في العروض الوسطى أو خطوط العروض الوسطى إن ليل الشتاء طويل، يعني في الشتاء بيبقى الليل أطول من الصيف، والعكس بيبقى الصيف نبص نلاقي في الصيف النهار طويل جدا والليل قصير. ده بسبب الميل اللي موجود. ليه؟ لما تبص على دورة الأرض قدام الشمس وتلاقي هذا الميل، تبص تلاقي ان فترة تعريض الشمس في السماء او فترة بقاء الشمس في السماء في فصل الشتاء بتبقى اقصر ما يمكن، وبالتالي عدد ساعات النهار بتبقى قليلة جدا، بتبقى مثلا حوالي 10 ساعات ونص 11 ساعة اللي حاجة بسيطة، والليل بيكمل ال 24 ساعة. فبص تلاقي عدد ساعات الليل بيقترب من ال 13 ساعة في مصر والعروض الوسطى. كل ما ترتفع بخط عرضك فوق، يعني فوق مدار السرطان او تحت مدار الجدي اللي هي بيسموه خطوط عرض 66 ونص، لانك انت عندك الميل 23 ونص، لما تكملهم لفوق عند القطب الشمالي او القطب الجنوبي بيبقى 66 ونص. الاماكن التي تقع عند القطب الشمالي او القطب الجنوبي لغايه 66 ونص خط عرض بتفضل تخيل 6 شهور ليل دائم. يعني ايه ليل دائم؟ ما في شمس ابدا، الشمس مش موجوده، تبص تلاقي دوب كده الشمس تعمل تاتش للافق، تحت الافق يطلع كده كانه الفجر وتختفي تاني. فليل دائم 6 شهور وتعكس بعد كده تطلع الشمس فتره بسيطه جدا، لغايه لما بيحصل العكس تبص تلاقي الشمس ليل ده نهار دائم، تلاقي الشمس موجوده على طول، حتى بيسموها الميد نايت صن او الشمس منتصف الليل. انا كان ليا سفريه زمان في النرويج، وكان فعلا الفتره ما بين العشاء والفجر حوالي 45 دقيقة، يعني تصلي العشاء وتستنى ساعة إلا ربع وتصلي الفجر. ليه؟ الليل هو كده، هو ده الشمس موجودة كده. فكنا بنحسب على حسب خط العرض إن المسافة طويلة جدا، فعدد ساعات النهار بيعدي ال 23 ساعة. ولو طلعت فوق النرويج كمان تبص تلاقي عدد ساعات النهار بيقرب من ال 24 ساعة. فتفضل 6 شهور نهار دائم في نص الكرة الشمالي في الصيف، وترجع بعد كده تتعكس
تبقى 6 شهور ليل دائم. فينطبق على ذلك الآية اللي قلناها، الله سبحانه وتعالى بيده أن يحبس حركة الليل والنهار ويوقف يعمل حاجة في تكوين الأرض بالقمر بتاعها، بحيث يفضل عندك الليل سرمدي أو النهار سرمدي. إذا من آيات الله سبحانه وتعالى أن يتعاقب علينا الليل والنهار، سخر لكم الليل والنهار. فلو ربنا حبس عنا هذه النعمة تستحيل الحياة. فتعاقب الليل والنهار وإنه النهار مش سرمدي أو الليل مش سرمدي من آيات ربنا الكبرى. ده كان موضوع حلقة النهاردة في آيات فلكية، في آيات قرآنية. أشوفكم بكرة إن شاء الله في آية أخرى. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.